اكثر، يلعب الكره القطريه الطويله عند ميدو جابر، لكن من قبليه يقطعها مصطفى هاني، يحطها المعتز ابراهيم، ثنائيه حسام عبد العال في الطرف الشمال، معتز ابراهيم مع مصطفى هاني، تتقطع تاني، ياخدها يا ولد احمد رمضان بيكم بخبره كبيره قوي، ميدو جابر يرجع كره لورا، لمسه واحده من رجب نبيل لمروان صحراوي، شكري اماميه تعدي الكل، حكايه الزحلقه، زحلقه من هنا وزحلقه من هنا، حتى شكري وهو بيلعب الكره اتزحلق هو كمان، 3-1 ثلاثة زحلقة في كرة واحدة، لكن توصل لدفاع دي كيرنس. أحمد فوزي. فوزي وحشة التمريرة. توصل عند محمد عنتر لريان، ريان عايز يعدي، لكن ترجع تاني فرصة لمحمد عادل، شويت على فكرة محمد عادل، يوصلها لكونستانت وايو. كونستانت محمد عنتر الأوفرلاب هيجي من محمد شكري، لكن يلعبها على يمينه، الأوفر خطر جدا، خطر جدا، خطر جدا، والهدف الأول. الهدف الأول لصالح ميدو جابر. بكل هدوء لاعبي سيراميكا كليوباترا تقدر تسجل الهدف الاول، ميدو جابر ياخدها فيرست تايم في الزاويه الضيقه، تزغرط في الشبكه، اسمع صوتها وهي بتيجي في الشبكه، محمد عنتر يظبط من اليمين، يلعب كره عرضيه حلوه قوي للي جاي من ورا لقدام، مصطفى هاني يسرح ويسيب ميدو جابر، حد يسيب الراجل ده هنا، حد يسيب الراجل ده جوه السكس يارد، مصطفى هاني بص على احمد ريان، بص على عمرو قلاوه وما بصش على ميدو جابر، دفاع دي كيرنس يهرب منه ميدو جابر ويسجل هدف اول لصالح سيراميكا كليوباترا. ثامن الاهداف في دور ال 32. اذكر حضراتكم تاني